بسم الله الرحمن الرحيم. من التفاعل اكتر ما بينك وما بين ملف السي اس اس، انت هتدخل هنا في اي حته فاضيه من الملف، هتبدا تتك كليك يمين وتقول اد ستايل رول علشان نبدا نحدد العناصر اللي هي بتكون موجوده عندنا في الصفحه، زي الهيدر زي البوتون زي اي حاجه من الكلام ده. هنلاقي البوتون وهنلاقي الليبل وهنلاقي الكلام ده كله. هنحدد البوتون، بس خلينا نفرق ما بين حاجتين، ان البودي دي حاجة عامة على الصفحة كلها، اما البوتون فده كلاس لازم تعمل له كلاس. ازاي ده موجود في التول بوكس فلازم تعمل له كلاس، يعني لازم تحدد له هنا الكلاس نيم. تيجي هنا تقول بي تي ان مثلا كده، تحط له اسم وتضيفه عندك فين في الصفحة وتتك اوكي. هنلاحظ ان البي تي ان نزل لنا اهو، ادي البي تي ان نزل لنا اهو، وادي ضاف لنا في اول الاسم نقطة، معنى ذلك اللي هي كلاس. هنبدأ نخش هنا ونبدأ نتك على حاجة اسمها build style. build style دي علشان نبدأ احنا نحدد الشكل العام للبوتون. هنلاقي متقسم المجموعة من الكاتيجوريز زي الفونت وزي الباك جراوند زي البوزيشن زي اللي اوت زي التيبل، اي حاجة من الحاجات دي هنلاقيها اللي احنا لو علمنا عليها نقدر ان احنا نحدد العناصر بتاعتها. هنبدا نخش على الفونت كده، نحدد مثلا الفونت فاميلي، نختار مثلا الفونت ده، الفونت سايز هنختار مثلا لارج. لاحظ ان كل حاجه بختارها بينزل الكود بتاعها مكتوب تحت. هنلاقي هنا الكلر، ممكن نحدد الكلر نخليه احمر مثلا كده. في خاصية مهمة جدا اسمها البوزيشن، هنلاقي في هنا بروبرتيز اسمها بوزيشن، ودي مهمة فين؟ لو حددنا خلينا ابسوليوت يبقى احنا نقدر نخلي او نتحكم في البوتن نحطه في اي حتة في الصفحة. تعال نتك اوكي كده، هنلاحظ ان كل البروبرتيز نزلت فين؟ نزلت في الصفحة بالشكل ده. طيب احنا لو جينا حطينا بوتون على الصفحة، زي ما احنا عارفين ان الستايل شيت او السي اس اس مربوط بمين؟ مربوط بالصفحة اللي هي الديفولت دي، وفيها حاجتين، فيها البادي وفيها البوتون. تعال نخش على الصفحة بتاعتنا، وتعال نخش على التول بوكس ونجيب بوتون ونحطه على الشاشة. هنلاحظ ان البوتون نزل بدون اي تغير في شكله اهو، ادي شكل البوتون اهو. هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نخش على بروبيتس عشان نحدد السي اس اس او الكلاس بتاعت السي اس اس. هنلاقي هنا بروبيتس اسمها سي اس اس كلاس، نبدا نفتحها كده ونقول بي تي ان. هنلاحظ خدت الشكل بتاعنا اللي احنا ايه اللي احنا محددينه اهو، خد الشكل اللي احنا محددينه. وخلي بالك بقى من خاصية البوزيشن اللي احنا حددناه، مش احنا قلنا البوزيشن ابسوليوت؟ لو جينا بصينا كده شايفين، لو اول ما بقف عليه في حوالي الحاجات اللي في الجنب دي، دي انت ممكن نمسك البوتون كده تحطه في اي حتة في الشاشة. اهو ممكن تمسك البوتون تحطه في اي حته منين في الشاشه. يبقى انت كده ده البوزيشن ابسوليوت. لما خليت البوزيشن ابسوليوت قدرت ان انت تتحكم في شكل الايه البوتون. يبقى احنا هنا بنفرق ما بين حاجتين، ما بين الحاجات العامه اللي هي بتتحط على الصفحه زي البادي زي الهيدر زي الكلام ده كله، دي عامه بتتشاف تلقائي، وفي حاجات تانية اللي هي الكلاسات اللي احنا بنحطها لازم تحددها ولازم تقول ان الاوبجكت ده هياخد السي اس اس كلاس.